أهلا وسهلا فيكم والسلام بالجميع في جمال الحوار. اليوم معنا صديقنا وعزيزنا وأخونا الدكتور تامر عوض. أهلا وسهلا فيك بين عائلتك وأهلك. أهلا بك دكتور محمد، وأهلا بك بكل مشاهديك ومستمعيك في كندا وحول العالم. الله يخليك. اليوم بدنا نحكي عن موضوع مهم جدا، موضوع كنا قربنا عليه اللي هو فصل الشتاء والأمراض الملازمة لفصل الشتاء، وخاصة مرض الإنفلونزا. دكتور حيحكي لنا عن موضوع الفلو شوت، عن الشغلات اللي ممكن تساعدنا. خليكم معنا في اللقاء عشان تستفيدوا أكثر. أول شيء بدي أعرفكم بالدكتور تامر. الدكتور تامر هو خريج بكالوريوس العلوم الصيدلية من كلية الصيدلة في جامعة القاهرة عام 93، حاصل على الماجستير من جامعة قناة السويس بالصيدلة، وحاصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء الطبية من جامعة أوبرن في الولايات المتحدة الأمريكية. عمل كعضو هيئة تدريس وأستاذ مشارك وزائر في عدد من الجامعات العالمية، وله إنتاج علمي ضخم من أبحاث نشرت في عدد من المجلات المحكمة، جاز عددها 35 بحث، كما أيضا له عدد من المشاركات في مؤتمرات علمية محلية وعالمية. الدكتور أيضا محكم في عدد من هذه المجلات العلمية، وعضو بعدد من الجمعيات العلمية والنقابية في عدد من الدول، ومنها College of Ontario for Pharmacists، بالإضافة إلى عمله كصيدلي مرخص في مقاطعة أنتاريو كندا. أهلا وسهلا فيك دكتور. السي في تبعك يعني حاولنا نلخصه، لكن ما شاء الله زخم، وأكيد إن شاء الله مستمعينا رح يستفيدوا من المعلومات اللي عندك. إن شاء الله بإذن الله، وأتمنى كل التوفيق لجميع المستمعين. وبهذه المناسبة يعني أهنئ الجميع بمناسبة حلول العام الدراسي وفصل الشتاء في كندا، اللي هو حيبقى فصل بارد جدا هذا العام مقارنة بأي عام من الأعوام السابقة، ولذا الاحتياطات لازم تكون على قدم وساق لمحاولة تجنب العدوى خلال هذا الفصل على قدر الإمكان. أكيد. ومع تمنياتنا لجميع أبناء الجالية بالتوفيق والنجاح في دراستهم إن شاء الله. والصحة والسلام إن شاء الله. والصحة والسلام أكيد. 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 دكتور، في خمس شغلات أو ست شغلات بنسمع فيها بعربي إنجليزي مخربط الناس، اللي هي البرد، الكولد، الفلو، الإنفلونزا، الجريب. هل في فرق بينهم؟ إيش كل هاي الأعراض؟ خلينا نحكي شوية عن هذه الشغلات. تمام. هو طبعاً المسميات العربية والإنجليزية بتختلف. ترجمة البرد هو الكولد، وترجمة الإنفلونزا هي الفلو. الاثنين يعتبروا عبارة عن عدوى فيروسية وليست عدوى بكتيرية. تمام. واحدة فيهم بتبقى أشد قوة من الثانية، وهي الإنفلونزا أو الفلو بيبقى أكثر وطأة على الجسم مقارنة بالبرد العادي. أحيانا الفلو بتصل بيه درجة الخطورة إن هو يهدد الحياة في بعض الأحيان إذا لم يتم التعامل معه بدقة. في فرق ما بين الأعراض ما بين الكولد والفلو يمكن التمييز منها بوضوح. إحنا عندنا مفهوم خاطئ إن لما بيجي لك برد أو فلو خد مضاد حيوي. هذا المفهوم خاطئ، لأن هذه الأمراض أمراض فيروسية وليست أمراض بكتيرية. ومن الثم إن هو لازم تكون العلاج عن طريق، ما فيش علاج للبرد أو للفلو عن طريق المضادات الحيوية، ولكن إذا تطور بعد ذلك إلى عدوى بكتيرية كالالتهاب الرئوي وخلافه، هنا يمكن للتدخل بالمضادات الحيوية عن طريق الطبيب المعالج. زي ما قلت سابقا، في فرق ما بين الأعراض، والأعراض دي سهل جدا التمييز بينهم هما الاثنين. إذا يعني اللي فهمناه دكتور إنه الكولد هو شيء مبسط أو أسهل من الفلو بشكل عام. الفلو صحيح. بيجي بتعقيدات أكثر. طيب، واحد صار معه فلو إنفلونزا، اللي بنركز عليها اليوم لأنه الرشح أعتقد والكولد هو شيء بسيط بيكون، صحيح؟
صحيح. هو حتى نعطي المشاهدين يعني للتعرف على الأعراض، غالبا الفلو الأعراض بتاعته بتبدأ فجأة، ليس لها أي نوع من أنواع المقدمات، بتبدأ عن طريق حرارة، وهذه إحدى مميزات الفلو، قد تتواجد أو قد لا تتواجد في البرد. البرد غالبا الحرارة يعني ليست على نفس الدرجة، بتبقى درجة الحرارة في الفلو بتتراوح من 38 درجة إلى 40 درجة مئوية درجة حرارة الجسم. الفلو بيبقى مصحوب بما يسمى المسل إيكس أو تكسير في العظام أو تكسير في العظم. بيقول لك أنا حاسس تعبير دارج إن عظمي بينشر عليا، مصحوب بتعب شديد، عدم قدرة على الوقوف، أحيانا في بعض الأحيان بيكون مصحوب بالسعال، في الغالبية العظمى بيبقى مصحوب في السعال. بعكس البرد، البرد بيبدأ الأول بنوع من الارتشاح، ما بيبقاش فيه حرارة، تمام، غالبا بيبقى نوع من العطس، وبعدين بعد كده قد الكحة تأتي لاحقا في نهاية أدوار دور البرد. الفلو دايما بيبقى أصعب وقت هو أول 4 أيام لأول 5 أيام، يعني ده أصعب وقت البناء آدم بيبقى فعلا غير قادر على ممارسة أي شيء من أعماله الطبيعية، ما يقدرش يقف، مش قادر يروح الشغل، مش قادر يروح الجامعة، حاسس إن جسمه مكسر، حاسس إن هو عنده نوع من الفتور والكسل وعدم القدرة على القيام، وهذه أحد أعراض الفلو كان موجود. إذا أول شغلة فهمناها إنه إذا واحد صار معه فلو كول ممنوع يأخذ أنتيبيوتيك في البداية، إلا صحيح. إذا شاف الدكتور واكتشف إنه عنده مضاعفات بكتيرية أو التهاب بكتيري، الدكتور بعطيه هذا. أحيانا في بعض حالات الفلو المتقدمة في أدوية، في عقار اسمه التامي فلو، وهو عقار مضاد للإنفلونزا، قد يحتاج الطبيب إن هو يطلبه في وقت معين إذا انقضت الفترة بتاعت الانكيوبيشن بيريود والإنسان لم يتعافى، لأن الفلو غالبا بياخد حوالي 4 أيام أو 5 أيام وتبتدي الأعراض بتاعته تبدأ في التخفيف تدريجيا أو تقل تدريجيا. بعكس البرد، البرد بيقعد تقريبا حوالي من 5 أيام ل7 أيام، ولكنه قد يستمر إلى أسبوعين. بعد فترة البرد بيقلب بكحة، وأحيانا بيقلب ببلغم، وفي الحالتين تطور أي منهما لعدوى بكتيرية طبعا بيتطلب أن يبقى فيه تدخل بمضاد حيوي. احنا عندنا ثقافة ان احنا دايما غالبا ابناء الجالية لما بيزوروا البلاد بيرجعوا معهم شنطة مليانة مضادات حيوية انتبيوتك. ويقول لك اول ما يجي لي برد انا اخدت الدواء المضاد الحيوي. هذه ثقافة نوعا ما خاطئة، لان انت بتحط او جسمك بيبتدي يبدي مناعة ويحصل توليرانس ضد هذه المضادات الحيوية، فلما تيجي تحتاجها فعليا بتلاقي ان جسمك اصبح لا يستجيب لهذه المضادات الحيوية، ومن ثم الحفاظ او التقليل من استخدام المضادات الحيوية الا في الحالات الحرجة تماما هو افضل الطرق واسرعها سبيل. بس زي ما حكى الدكتور انه هذا اصلا عدوى فيروسية والانتيبيوتيك هو مضاد للبكتيريا، فانت بتقاوم شيء بشيء يعني لا يفيده او ما 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 بصيبه نهائيا يعني، فايتس يوزلس يعني، اذا بالعكس بضر اكثر ما ينفع يعني. صحيح، لان انت بتيجي احيانا الانسان بيصاب بعدوى بكتيريه، وبعدين هنا في كندا في بروتوكول للتعامل مع العدوى البكتيريه، يعني اذا جال للشخص التهاب رئوي في بروتوكول للتعامل مع ذلك، اذا جاله التهاب في المجال البولية في بروتوكول، في ترتيب للأنتيبيوتيك إنها تتوصف بطريقة معينة. فهو الدكتور لما بتروح له بعدوى بكتيرية بيبتدي يتبع البروتوكول اللي هو المفروض إن اللي بيمشي عليه، اللي هو التدرج في المضادات الحيوية، وعلى حسب الحالة وعلى حسب الاستجابة وعوامل كثيرة جدا، وعلى حسب الحالات المرضية المزمنة اللي تصاحب العدوى وخلافه. بناء على هذا الدكتور ممكن يبتدي معاك بمضاد حيوي، نتيجة استنزاف استهلاك المضاد الحيوي بدون سبب يكون الجسم أصبح له مناعة
أو لا يستطيع أن هذا المضاد الحيوي أن يؤثر في الميكروب مرة أخرى. فعلى ما يتم اكتشاف أن هذا المضاد الحيوي لا يؤثر على الميكروب، قد يكون الوقت قد تأخر في علاج الحالة المرضية اللي كان ممكن بسهولة تجنب ذلك إذا تم الحد من استخدام المضادات الحيوية. عشان هيك معظم الأطباء في كندا هون بس يجي الواحد مع رشح أو فلو بقول له ارجع على البيت راقب حالك 3 4 أيام، صحيح، إذا بقت الحالة بترجع عشان نشوف شو هل يجب أن نصف لك أنتيبيوتيك أو لا. وخاصة وصف الأنتيبيوتيك يمكن أدرى أنت دكتور بكون بعد فحص للبكتيريا اللي موجودة، بأخذوا أحيانا مسحة من الفم عشان يشوفوا إذا في بكتيريا ولا لا. صحيح. طيب الآن واضح أعتقد التفريق بين الرشح والإنفلونزا والفلو، بدنا نحكي عن طرق الوقاية من البرد والفلو. أهم الطرق خاصة إحنا جايين على موسم شتاء وعوائلنا وأولادنا، بدنا نحاول إنه إن شاء الله ما ينصابوا بهاي الأمراض. تمام. أهم حاجة طبعا اللي هو غسل الأيدي بكثرة في فصل الشتاء. نمرة 2 هي تطهير الأسطح المنزلية بصورة مناسبة. نمرة 3 إذا كان الشخص لديه البرد أو الأنفلونزا أيا منهما، الأفضل أن هو لا يذهب إلى العمل، لأن الذهاب للعمل والاختلاط بالزملاء في العمل بيبقى عبارة عن ما هو إلا أنك تبدأ دورة للعدوى بين الناس. دي مهمة جدا. الحاجات المدارس اللي هو كمان بالنسبة لوضع المدارس، إذا كان الطفل لديه حرارة، هو أصلا القانون هنا أو المتعارف عليه إن في المدارس إذا كان الطفل لديه حرارة المدرسة بترسله للبيت إلى أن تنتهي الحرارة، فالأفضل إن يتم الراحة التامة. تمام. في نقطة هامة جدا للوقاية وأعتقد إن إحنا مش منتبهين لها جدا. فصل الشتاء الإنسان لا يشعر بالعطش، تمام؟ الماء هام جدا 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 في فصل الشتاء، بل أكثر أهمية من فصل الصيف. لسبب واحد، إن أنت في الشتاء هنا بتشغل الهيموديفاير عشان تحافظ على العفش، تحافظ على الكنب، تحافظ على الخشب الباركيه، الكلام ده كله ليه؟ لأن ما فيش رطوبة في الجو، فأنت بتشغل المرطب أو جهاز الترطيب اللي هو الهيموديفاير عشان تحافظ على الرطوبة في الأشياء الخشبية، فما بالك بالجلد والجسم. تمام. الإنسان يحتاج إلى من حوالي 3 إلى 4 لترات في اليوم من الماء. بتلاحظ كثير جدا من الناس أنها لا تشرب الماء لأنها لا تشعر بالعطش، ونتيجة ذلك بتحصل عندهم طبعا مشاكل في الكلى، لأن طبعا ما بياخدش كفايته في المية، وقد يترتب على ذلك الأملاح وترسب الأملاح. بتلاقي كتير جدا من الناس بتجيلك الصيدلية بتشتكي بتشقق الأيدي أو تشقق الشفات، وده نتيجة إن ما فيش مية كفاية. من أهم وسائل الوقاية شرب كثير من الماء. الوسيلة الثانية هو محفزات المناعة الطبيعية في الشتاء. الخضروات بصورة عامة مهمة جدا لأنها تحتوي على فيتامين سي. الزنك من أحد العوامل اللي هي بتساعد في تقوية المناعة، والزنك بيوجد بكثرة في الحمص، أكشلي أحد المنتجات اللي موجودة. طبعا فيتامين سي متواجد في الخضار، متواجد في البرتقال، في عصائر البرتقال الطازجة، ويمكن المحفوظة كيوي. كمان بتبقى الكيوي، جميع أنواع الخضروات. فأعتقد أن الخضروات في الشتاء على الرغم من ارتفاع أسعارها إلا أنها تبقى عامل أساسي كعامل لبدء المناعة. نقطة الثالثة والوقاية، ودي ناس يعني الناس كتير في عندها يمكن اختلاف في المفاهيم بشأنها، هو حقنة التطعيم ضد الفلو. بتلاقي بعض الناس بتقول لك انا باخد خدت حقنه التطعيم ضد الانفلونزا وجالي انفلونزا. لا، هو انت خدت حقنه التطعيم ضد الانفلونزا بس جالك برد. كون ان انت تاخد حق يعني التطعيم ضد الانفلونزا لا يعني ان تكون لديك مناعه من البرد. ممكن ان تاخذ حقنه التطعيم للانفلونزا ومع ذلك ياتيك البرد عادي جدا. هذا سؤال كتير موجود بين الناس، يعني انه فعلا
يكون أخذ الحقنة بعد شهر شهرين إجته نزلت برد بنحكيها يعني. صحيح. مش إنفلونزا. صحيح. لأن الإنفلونزا زي ما إحنا قلنا باختلاف الأعراض، الإنفلونزا يعني هي عبارة عن سلالات، وهذه السلالات دائمة التغيير كل عام، ولذا التطعيمات اللي بتنزل كل عام هي تتواكب مع التغييرات في هذه السلالات. المتوقع. المتوقع أن السلالة هتبقى شكلها كذا ووضعها كذا، وبذلك تأتي التطعيمات. وبهذا الصدد يعني يصدق يعني يجب التنويه للمشاهدين والمستمعين أن التطعيم هذا العام سيتأخر. يعني وكما أعلن في بعض وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، هو غالبا التطعيم بيبتدي يبدأ من أول أسبوع أو تاني أسبوع في أكتوبر، في تأخر في إنتاج التطعيمات هذا العام، ونتيجة ذلك قد يتوقع أن التطعيمات ستصبح متاحة للجمهور في أواخر شهر أكتوبر أو أول شهر نوفمبر. لذا يعني أحاول أن أنصح المشاهدين والمستمعين بتحري الحرص في الفترة القادمة ألا يصابوا بالإنفلونزا أو البرد، وذلك أيضا عن طريق لبس الملابس المناسبة، وخصوصا إحنا في فترة كلها تقلبات، درجة الحرارة في الصباح تكون منخفضة جدا، ترتفع عند الظهيرة ثم تنخفض مرة أخرى في الليل، فهذه فترة يجب على المشاهد فيها أو المستمع أو أبناء الجالية أن يتحروا الحرص في ذلك. إذا يعني في تأخير السنة في المطعوم اللي راح يوصل للصيدليات لإعطائه للمرضى، وهذا راح يسبب أزمة كمان في الحصول على هذا المال. طبعا هو طبعا التأخير طبعا عامل غير مرغوب فيه، لأن أنت دايما بيبتدي الموسم أو بيسموه الوقت الذي بينشط فيه الفيروس، فأنت الفيروس هيبتدي ينشط ولسه كان التطعيم ما بقاش متوافر، فلذا بيبقى الحرص واتخاذ التدابير الوقائية هو العامل دلوقتي الأساسي للفيروس. طبعا في بعض الفئات اللي لازم تاخد التطعيم ضد الفيروس، هنحكي عنهم. في سؤال يمكن كتير بيجي على بال الناس كتير، بقول لك أنا سمعت إنه التطعيمات تبعت الإنفلونزا أو على التطعيمات الآن في big question mark من جزء من الناس، انه بعض التطعيمات بحطوا فيها ميركوري او زئبق، تطعيمات الانفلونزا تؤدي الى مشاكل خاصة عند المرأة الحامل، بسبب اوتيزم، كل هاي الشغلات. قبل ما ندخل في التطعيم، شو رأيك انت دكتور بالموضوع، وهل في scientific facts تدعم هذا الكلام؟ هو دلوقتي الابحاث بتجرى على العلاقة بين التطعيمات وبين بعض الحالات المرضية. إلى وقتنا هذا لم يصل إلى استنتاج واضح وصريح يربط تطعيم الإنفلونزا بهذه العامة، بل على العكس، المرأة الحامل من المرضى المعرضين للخطر، ولذا يوصي المجتمع الطبي أو يوصي الأطباء بأن يتم إعطاء المرأة الحامل تطعيم الإنفلونزا، خاصة في المراحل اللي هو بيسموه السكند والثيرد تريمستر، اللي هو الثلث الثاني والثلث الثالث من الحمل. هذا أمر متفق عليه جميع الأطباء، أن المرأة الحامل تأخذ التطعيم. فئات أخرى مهمة جدا أنها لازم تأخذ التطعيم بتاع الإنفلونزا، وحنتحدث عنهم طبعا زي ما حضرتك تفضلت. اذا يعني لحد الان ما في ساينتفكت لينك، ومطعم الانفلونزا يعتبر امن وما في اي مشاكل. هناك بعض الدراسات اللي هي بعض الحالات الفرديه اللي حصلت في الماضي، ولكن هذه الحالات الفرديه نتيجه نوع من انواع التفاعلات نتيجه محتوى الحقن. في بعض الحقن بتتم، بعض الناس بيبقى عندها حساسية من منتجات البيض أو زلال البيض، بعض مكونات الحقن نفسها، ولكن هذه الحالات حينما ترصد يتم الإبلاغ عنها لهيلث أونتاريو أو الإدارة المسؤولة عن أونتاريو، وتتم معالجتها ومراجعتها
ومتابعتها طبعا، ولكن يعني لا يوجد scientific evidence موثق بين ان كل طفل مثلا بياخد الحقنة بيجي له اوتيزم مثلا على سبيل المثال. لا توجد دراسة موثقة واستنتاج غير علمي. قابل للطعن بهذه الادعاءات. طيب ما دامنا احنا بدينا بالفئات العمرية او الناس الاكثر عرضة او الاكثر حاجة للحصول على الفلو شوت، مين هم هذول الاشخاص؟ طبعا الاطفال اكثر من 6 اشهر، ده كاتيجوري مهم جدا، وبهذا الصدد تجدر الإشارة إن طبعا هما الناس ممكن تتناول التطعيمات بتاعتها سواء في عيادة الطبيب الخاص أو طبيب العائلة، سواء في العيادات التي تقيمها المدينة اللي بيسموها السيتي كلينيك أو اللي هي السيتي سيرفيس، وممكن يتناولوها في خلال الصيدليات. الصيدليات غير مرخص لها بإعطاء حقنة الفلوشات للأطفال لمن هم دون ال5 سنوات. فالأطفال دون ال5 سنوات لازم ياخدوها عن طريق الطبيب المعالج. الفئة العمرية الثانية المهمة جدا اللي هم بنسميهم السينيور سيتيزنز، اللي هم كبار السن. كبار السن طبعا بالنسبة فوق ال65 عاما بيبقوا معرضين للإنفلونزا، منهم فوق ال74 عاما، دول بيسموهم a very high risk، خصوصا من يتواجد في بيوت التقاعد. بيوت التقاعد مهم جدا ان هم لازم ياخدوا التطعيم، وفي تطعيم خاص لهذه الفئة العمرية اللي هو بيسموه زي الدبل سترينث او المضاعف لمن هم مناعة افضل. طبعا مرضى السرطان من الفئات اللي طبعا تنطبق عليها ضرورة الحصول على التطعيمات المختلفة، مرضى السكر، المرضى الذين لديهم مشاكل في الكلى طبعا من الفئات العمرية اللي هي تحتاج، والمرضى الذين يتناولون أدوية تخفض المناعة، لأن أنت في بعض الأمراض المناعية اللي بتستلزم أن الإنسان يأخذ بعض الأدوية التي تخفض المناعة كالميثوتروكسيت وخلافه، فطبعاً بتبقى مناعته قليلة، فلما تبقى مناعته قليلة الأفضل أن أنت بتعطي له التطعيم على أساس أن تبتدي المناعة بتاعته تعلى ويقدر يقاوم أن هو لا يصاب بالإنفلونزا. الجدير بالذكر والحوامل اللي ذكرتها قبل، والحوامل طبعا، الحوامل طبعا خاصة في السمستر الثاني والثالث دول مهم جدا، وان كان النصح للحوامل انهم ممكن ياخدوه من بداية الحمل هو آمن تماما في الحمل. تجدر الإشارة ان التطعيم بياخد 2 أسبوع عشان يدي التأثير، يعني مش معنى ان الشخص اخذ التطعيم اليوم ان هو هيصبح لديه مناعة ضد الانفلونزا من ثاني يوم، بياخد الى حوالي 2 أسبوع حتى يؤدي الغرض المطلوب منه او يبدأ التأثير عليه. طب عادة هذا التطعيم بالعضل صحيح؟ صحيح، هو غالبا بيتاخد في العضلة بتاعت اليد هنا، وبيتاخد بيبقى مقاس الابرة بيختلف طبعا بالنسبة للسن، وبيختلف طبعا بالنسبة لسمك الجلد وخلافه. ما بعد التطعيم شو الأعراض؟ يعني كل الناس تحكي أنا باخذ التطعيم بمرض بعديها دايركت، فهل هذا فعلا حقيقة أم ميث؟ هو بعد التطعيم من الأعراض اللي معروفة هو ألم مكان التطعيم، بيحس إن إيديه يشعر بألم فيها أو بيسميها سورنس مكان التطعيم، وفي هذه الحالة يعني هو ما محتاج إنه يعمل شيء، هو بياخد يوم أو يومين وبيبتدي يقدر يتحرك. ساعات بقولك أنا حاسس إن أنا ذراعي لا أستطيع تحريكه، ده حاجة طبيعية جدا ليست من الأعراض المقلقة. من النادر جدا إن الإنسان بتصيبه حرارة، إذا ده حصل وده نادر جدا ممكن يأخذ للألم أو للحرارة إن وجدت، ومرة أخرى بكرر إنها نادرة جدا، إن هو ياخد تايلينول أو أدفل.
طبعا لازم ننصح هنا للناس اللي بتاخد التايبلول والادفيل ان الادفيل لا ينصح به لمرضى الضغط العالي. فطبعا بس يجب عشان استشارة الصيدلي. في ناس لانه يمكن من دول ثانيه، التايلانون اللي هو باراسيتامول، التايلانون اللي هو الباراسيتامول صحيح، والادفيل اللي هو بروفن، واللي هو ايبوبروفن. اللي هو ايبوبروفين صحيح، هو متعارف عليه في الدول بتاعتنا اللي هو الباراسيتامول زي النوفالجين، متعارف عليه في بلادنا، بنادول او البنادول او خلافه، والايبوبروفين طبعا او الادفيل متعارف عليه بالايبوبروفين، وده لا ننصح به لمرضى الضغط العالي. طيب الان بنحكي عن، ما دام بدينا نحكي عن الايبوبروفين والباراسيتامول او التايلانون والادفيل، لا سمح الله صار مع احد الاشخاص انفلونزا او صار معه حراره، ايش بتنصح دكتور؟ ايش نبدا، في التايلانون ولا في الادفيل؟ نخلطهم مع بعض ما نخلطهم؟ كم حبه باراسيتامول ممكن اخذ باليوم؟ 10 حبات، 20 حبه؟ كم حبه ادفيل؟ وهل في اشياء لازم اسويها قبل الادفيل، مثلا الاكل بعد الاكل؟ تمام. هو طبعا في الاول خالص احنا ننصح ان يؤخذ الدواء على قدر الحاجه، تمام. اذا كان في حراره بنعالج الحراره، اذا كان في انسداد في الانف او وجود مخاط في الانف او الكلام، نقدر نعطي اللي هي المضادات الهستامين اللي تساعد على مضادات الحساسية عشان مضادات تخفف الحساسية الناس. عشان نعم. تخفف الأزمة. بالنسبة إذا كان في انسداد في الجيوب الأنفية، ساعتها نقدر ندي حاجة للساينس ريليف. بعض الناس بتلجأ في الأول إنها تاخد الأدوية اللي هي أول إن وان توفيرا وتسهيلا. الأفضل إن يتم المعالجة حسب الأعراض. في التايلينول زي ما قلت حضرتك، هو المفروض الجرعة بتختلف حسب السن وعلى حسب المريض. فالأطفال مثلا على سبيل المثال يا إما بتتاخد عن طريق الوزن أو عن طريق السن، وبتبقى الجرعة محددة على العلبة، وطبعا الصيدلي يقدر يساعد المريض في اختيار الجرعة المناسبة. الأفضل إن المريض لا يتجاوز الجرعة المحددة. بالنسبة للكبار، غالبا الجرعة للتايلينول في حالة الحرارة هي قرص أو قرصين من كل 4 لـ6 ساعات، بحيث لا تتجاوز 8 أقراص في اليوم. طبعا التايلينول بيتم تكسيره عن طريق الكبد، ولذا تناول الكحوليات مع التايلينول هو شيء غير محبذ تماما. على سبيل المثال الناحية الثانية، الأدفيل الأكل عفوا، خلينا نحكي هلا على التايلينول، احنا ماشيين مع الباراسيتامول أو طيب التايلينول. التايلينول ليس له علاقة بالأكل، كل يعني لا يسبب قرحة قرحة أو شيء في المعدة، ولا يسبب انزعاج للمعدة يستلزم أن يؤخذ بعد الأكل من عدم. بالنسبة للأدفيل الموضوع مختلف شوية. الأدفيل اللي هو اللي ايبوبروفين. هو الأيبوبروفين أو المنتجات المماثلة، اللي هو نتكلم بالاسم الجينيريك أفضل عشان حتى ما يبقاش في تحيز ضد شركة، أو الأيبوبروفين الأفضل إنه يؤخذ بعد الأكل لأنه هو بيسبب ألم في المعدة. يفضل عدم شرب الكحوليات تماما لأنه هو ممكن يسبب قرحة في المعدة. لا ينصح بالأدفيل لمرضى الضغط العالي، مرضى الأمراض القلبية، لأن ده ممكن يؤثر على الضغط عندهم، وإن أخذ لازم يؤخذ تحت إشراف طبي محكم. الجرعة بتاعت الأدفيل بيأتي في كذا جرعة، منهم جرعتين متاحين على الشلف اللي هو 200 ملي جرام اللي هي المايلد دوز، أو 400 ملي جرام، وفي طبعا جرعة عن طريق الوصفة الطبية، وإن كانت ابتدت دلوقتي تبقى متاحة عن طريق البيع المباشر وهي 600 ملي جرام. غالبا الجرعة بتبقى 400 ملي جرام كل 4 لـ6 ساعات يوميا بالنسبة للكبار. بالنسبة للأطفال مرة أخرى، الأطفال دي بتعتمد على السن وتعتمد على الوزن، وغالبا بيبقى الأفضل إن احنا تعتمد على الوزن، والأفضل اللجوء للصيدلي أو مقدم الرعاية الصحية في الصيدلية على أساس إنه يقدر يحدد الجرعة حسب الوزن وحسب السن.
طب هلا يمكن السؤال اللي انا بسأله الان، ما هو افضل وقت اني ابدا افكر فيه باخذ جرعه الفلو شوت؟ هل هو قبل شهر اكتوبر ام في نهايه شهر اكتوبر ام حسب موسم؟ يعني معظم الناس، يعني بدناش نحكي عن استراليا والجزء الجنوبي، بس معظم الناس موسم الشتاء بيبدا عندنا في شهر تقريبا نهايه اكتوبر الخريف. صحيح. فهل هذا افضل وقت ام زي ما حكينا قبل بشهر انه عشان نحضر نفسنا؟ هو صراحه هذا العام، لا بغض النظر بشكل عام، يعني بشهر بشكل عام شهر اكتوبر هو افضل الشهور، او يعني من اول الاسبوع الثاني لاكتوبر لحد منتصف نوفمبر تعتبر هي افضل الاوقات للحصول على جرعة التطعيم ضد الانفلونزا. دي تعتبر من افضل الاوقات. طبعا في عوامل اخرى منها التوافر. في دلوقتي يعني تجدر الاشارة للمستمعين والمشاهدين ان المرضى اللي هم هاي ريسك اللي احنا اتكلمنا عنهم قبل كده ليهم البريوريتي في بعض الاحيان ان هم لازم ياخدوا الحقنة دي. فاذا كانت هذه الحقنة غير متوفرة بيبقى في متوفر منها لدى العيادات الطبية ولدى الصيدليات لحين نزول التشغيلة الكبرى للمرضى اللي هم الهاي ريسك اللي هم معرضين للخطر يعني. طيب بما انك دكتور صيدلي ممارس، شو انا كشخص مواطن، هل بس ادخل على الصيدلية اقول لهم انا جاي بس اعمل حقنة الفلو، ام لازم اخذ مواعيد، ام هناك اجراءات، اخذ وصفة من الطبيب؟ لا تحتاج إلى وصفة طبية إلى حقنة الفلو. بتذهب إلى الصيدلية والترتيب بيكون القادم أولاً، اللي هو بيسموه first come first serve. بيطلب منك كمريض إن أنت بتملأ ورقة. هذه الورقة تحتوي على أسئلة معينة تتضمن التاريخ المرضي، لو في اي امراض مزمنه، تتضمن اذا كان في اي مسيلات للدم انت بتاخدها من عدمه، هل نوع من انواع الحساسيه، فتبقى عباره عن اسئله معينه، وبتقدم معها بتكتب رقم الكارت الصحي لك لان هذه الحقنه مغطاه. هذا السؤال المهم. هذه الحقنه مغطاه ومجانيه تماما للجميع. بيتم اتخاذ الاجراءات على الابليكيشن بتاعك بتعطيل الفني بتاع الصيدليه، بيقوم بادخال البيانات في الحاسب الالي، وبيتم طباعه الوصل الخاص بك اللي هو سواء كان بيحتوي على معلومات الحقنه وبيحتوي على التشغيله، عشان لو حصل ريكول على الحقنه نقدر نكلمك ونقول لك ان حصل ريكول، او لو في حصل اي نوع من انواع المشاكل. بيطبع عليها طبعا تاريخ الصلاحيه بتاعت الحقنه، وده انت برضو من حقك ان انت تاخد هذا الريسيت اللي عليه هذه المعلومه. بعد ذلك بينادى عليك، غالبا بيعطوك زي بيجر، ودلوقتي في بعض الصيدليات تحولت الى الابليكيشن ان انت بيجي لك نوتيفيكيشن ان انت الان الوقت بتاعك او الموعد بتاعك. بتذهب الى غرفة خاصة لان طبعا خصوصية المريض ده شيء مهم جدا. بيتحدث معك الصيدلي، بيراجع ما قمت من تعبئته في بيانات الاستمارة التي ملأتها، ويتأكد من أن كل المعلومات صحيحة، ويتأكد من السن وخلافه، ويتأكد من الأعراض لو في أي مرض مزمن، ويتأكد من كل شيء. ساعتها بيطلب الصيدلي منك إن هو يطلب منك السماح إن هو يعطيك الحقنة. بعد الانتهاء من الحقنة بيطلب منك إن أنت تتواجد في الصيدلية أو يعني في مكان الانتظار بالصيدلية لمدة 15 دقيقة للتأكد ان مفيش اي اعراض من اعراض التفاعلات اللي هي الحساسية نتيجة احد مكونات الحقنة. بعدها يعني بتذهب الى المنزل دون 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 شيء. اوكي، يعني هاي معلومات كتير كانت مفيدة ومهمة جدا. ما بعرف دكتور اذا في عندك اي شيء بتحب تضيفه. معلومات اثرتنا جميعا، واتوقع انه الكل راح يستفيد منها. انا كتير شغلات ما كنت اعرفها. شكرا لك دكتور. ما بعرف اذا عندك اي شيء بتحب تضيفه. لا هو طبعا يعني كل اللي انا يعني
استطيع ان انا اضيفه ان انا حبيت اشكرك على اتاحة هذه الفرصة لمخاطبة المستمعين والمشاهدين، واتمنى للجميع موسم شتوي امن من الامراض، وان يكونوا جميعا بصحة وعافية. وطبعا مهنة الصيدلة طبعا في كندا مهنة لها وزنها ولها ثقلها، والصيدلي متواجد دائما لخدمة المريض في أي وقت، وهو يمكن الوصول إليه بمنتهى السهولة، very very accessible. فيرجى من الناس أنها لا تتردد في التواصل مع الصيدلي عند وجود أي نوع من أنواع الأسئلة. نرجو من الجميع أن هو الضوابط أو الوقائية للحد من الإصابة بالأمراض مهمة جدا. في نقطة أنا حبيت أضيفها صراحة، وقد لا تكون لها علاقة بموضوعنا اليوم، وقد يتغاضى عنها الناس كثيرا. إحنا ما عندناش شمس في الشتاء، تمام؟ فنقص فيتامين دال هام جدا 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 في فصل الشتاء. فلذا أنصح إن هو جميع أبناء الجالية والمستمعين والمشاهدين التأكد من حصولهم على فيتامين دال بصورة كافية في فصل الشتاء. الصيف في كندا قصير، غالبا فيتامين دال مهم جدا في بناء العظام وخاصة في الأطفال. قد لا يمكن في فصل الشتاء الحصول على الكمية الكافية، وده قد يؤثر سلبا على نمو العظام، وقد يؤثر سلبا عند الوصول إلى السن المتقدم، حيث تحدث هشاشة العظام، وطبعا تبعات الكسور وخلافه في هذه السن المتقدمة قد لا تكون محمودة. فلذا أنصح المشاهدين بضرورة الحصول على كمية كافية من فيتامين دال في فصل الشتاء. أنا أعلم أن هذا ليس موضوعنا، ولكن فيتامين دال شيء يغفل عنه كثير من الناس في فصل الشتاء. أكيد لازم نسوي فحص عشان نعرف فيتامين دال. صحيح، في فحص طبعا مهم جدا، اللي هو تحليل فيتامين دال، وطبعا تحليل الحديد هام جدا، وفي برضو تحليل فيتامين بي 12 هام جدا، لان فيتامين بي 12 داخل في العمليات الايضية او اللي هي الميتابوليزم كثير جدا في الجسد، وقد يتغافل عنه كثير من الناس. فلذا الفحص الدوري مهم جدا، لما تروح للفحص الدوري للدكتور ان انت تطلب منه ان هو يعمل هذه التحاليل للتأكد ان الانسان يعني قدر المستطاع. نقطة مهمة دكتور، لانه في ناس كثير للأسف عم باخذوا بعض الفيتامينات وخاصة بي 12، سمعت صار في زيادة جرعات وناس صار عندها أوفر دوز من هاي الفيتامينات، فلازم نكون منتبهين في الموضوع. فعلا زي ما الدكتور أشار، إحنا يعني في كندا بالذات عندنا خصوصية، لأنه كمية الشمس اللي موجودة في فصل الصيف أو فترة الصيف قصيرة جدا، فأعتقد أنه إحنا معظمنا يعني عندهم نقص في فيتامين دال، فعشان هيك لازم نتأكد من الطبيب معالج. معلومة جدا مهمة، مشكور دكتور عليها. بشكرك باسمي الخاص وباسم جميع من سيشاهد هذه القناة وشاهد هذا الفيديو على المعلومات اللي أثريتنا فيها، أعطيتنا من وقتك ومن وقت عائلتك ومن وقت شغلك. شكرا جزيلا، وندعو لك الله التوفيق، وجزاك الله عنا كل خير. أهلا بك، وأهلا بك وبمشاهدينك في أي وقت ومستمعينك في أي وقت، وأنا شاكر لك مرة تانية أن أنت أتحت لي الفرصة أن نتحدث اليوم، وأدعو أن تكون هذه المحادثة ذات فائدة لأبناء الجالية والمستمعين في كندا ومستمعينك حول العالم. شاكر لك جدا دكتور محمد. شكرا، أهلا وسهلا فيكم، ونراكم إن شاء الله. أهلا وسهلا. إذا أعجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعملوا شير مع أصحابك.